إلى السعودية، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان. الوزارة أكدت أنها ستمنح تصاريح العمرة لرمضان والزيارة لمن تلقوا جرعتي اللقاح، مضيفة أن حجز تصاريح أداء العمرة والصلوات والزيارة ستكون من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا. معنا من مكة مراسل العربية عبد الواحد الحميد. عبد الواحد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. أولا لك أن تذكرنا بأبرز ما جاء في هذا البيان المتعلق الآن بترتيبات العمرة في رمضان. نعم خالد، بيان وزارة الحج والعمرة البارحة كان يركز على نقاط محددة متعلقة باشتراطات حصول المعتمرين على التصاريح، والتي كانت ثلاث اشتراطات تتمثل وتتمحور حول اللقاح. أولا، أن يكون طالب التصريح قد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح وقد مر على أخذه لهذه الجرعة 14 يوما طبعا. والشرط الثاني أن يكون طالب التصريح أن يكون قد حصل على جرعتي اللقاح. والشرط الثالث أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه. أي من طلاب التصاريح يجب أن تتوافر فيهم إحدى هذه الشروط التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة. من جانب آخر، هناك رئاسة شؤون الحرمين خالد تقوم ب يعني استعدادات نوعية متعلقة ب يعني استقبال المعتمرين. نتحدث أن رئاسة شؤون الحرمين ألزمت جميع موظفيها بأخذ اللقاح، خصوصا المتواجدين في المسجد الحرام الذين يقدمون خدماتهم الميدانية بشكل مباشر مع المعتمرين. كذلك نتحدث عن هناك فيما يتعلق بالكوادر العاملة بالتنظيف والتعقيم، هناك أكثر من 5000 من هذه الكوادر. فيما يتعلق ب يعني الاشتراط المتعلق بالتطبيقات المتبعة لأخذ هذه التصاريح، تم إضافة تطبيق توكلنا، حيث أن الحجز سيكون متوفرا عبر التطبيقين، تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا. أما إبراز التصريح خالد سيكون من خلال تطبيق توكلنا فقط، هذا حسب إعلان وزارة الحج والعمرة. يعني بس حتى نفهم الآن، التصريح يؤخذ من أي تطبيق؟ من تطبيق اعتمرنا، سيكون مرتبط بالبيانات في توكلنا التي تظهر أن هذا الشخص كان يستحق وفق أحد الثلاث خيارات. يعني هل هذا صحيح؟ نعم خالد، ربط تطبيق اعتمرنا بتطبيق توكلنا من شأنه يعني إبراز عدد من المعلومات التي تتمثل في الثلاث الاشتراطات الجديدة. بالنسبة للعاملين في المشاعر المقدسة، حسب أيضا البيان، ومسألة أيضا اللقاح كأمر الآن خلال الفترة القادمة، هل هناك عدد معين لعدد العاملين في المسجد الحرام؟ هل هناك نسبة الآن قد تم تلقيحهم؟ عن كم نتحدث تقريبا؟ خالد، نتكلم أن خدمة المعتمرين تتمثل في قطاعات مختلفة وعديدة، لكن فيما يتعلق برئاسة شؤون الحرمين، هناك عيادة متنقلة من وزارة الصحة تأتي إلى مبنى رئاسة شؤون الحرمين بشكل دوري لتطعيم موظفي رئاسة شؤون الحرمين، تحديدا الموظفين في الميدان. نتحدث الموظفين الذين يدخلون المسجد الحرام من أجزائه المختلفة. كذلك القطاعات الأخرى تعمل على إخطار موظفيها بهذا الأمر، بأن التطعيم إلزامي لمن يقدم الخدمات للمعتمرين في شهر رمضان. طيب، شكرا لك من مكة المكرمة مراسل العربية عبد الواحد الحميد.